ديك السيده اللي قالت بانها مربيه، اخذي ديك السيده اللي قالت بانها مربيه. هذه يومين صيفطات لي ميساج في الانستغرام ماشي في الواتساب، لان بزاف ديال الناس كيصحبوا صيفطات لي ميساج في الواتساب، قالوا لي نادي من جهه النمره ديالك خويا العزيز اختي العزيزه، ما صيفطاتش لي ميساج في الواتساب، صيفطات لي ميساج في الانستغرام وبدات كتشكى ليا. اش كتقول ليا؟ كتقول لي نبيل هذوك الناس تعداو عليا وشحال من حاجه وما خلصونيش في الخدمه اللي كانت خدامه فيها، يعني الخدمه ديالها هي مربيه. هادشي اللي قالت ليا، وقالت لي الا كان ممكن تسمع الصوت ديال الناس. قلت لها انا مرحبا على راسي وعيني، ولكن واش عندك شي دليل؟ قالت لي الدليل غادي نطلع في لايف او في شوف تي في او في منبر اعلامي وغادي نعاود داك الشيء اللي طرا ليا. قلت لها ماشي مشكل، اذا في هذه الحاله انت غادي تحملي مسؤوليتك، غادي تحملي مسؤوليه الهضره اللي غادي تقولي. يعني اي واحد كيتحمل مسؤوليه الهضره اللي كيقول، انتوما عارفينها. صافي السيده طلعت في لايف، راه شفتوا اللايف اللي كان طالعه فيه، بركه كتقول بان دوك الناس داروا ليا فعلوا ليا تركوا ليا وشحال من حاجه، وصيفطات لي شي فوكالات سمعتهم في الفيديو ديالي، يعني كتعاطف. ملي كندرت فيديو ما خصت له هضره لا حتى شي حاجه لا والو، انا مجرد كنشرح المشكل اللي طاحت فيه اختنا، كنشرح المشكل اللي طاحت فيه اختنا على حسب الهضره اللي قالت ليا هي، لا اقل لا اكثر. وهضرت مع جمعيات وهضرت مع محامي باش يتكلفوا باش يدخلوا في القضيه، ولكن اخوتي الغد لي تصدمت، اخوتي تصدمت. تخيلوا معايا كنشوف شي حوايج اللي هرب ليا ديال بصاح، هرب ليا ديال بصاح اخوتي، ما فهمتش. كنقول كيفاش السيده جات عندي البارح كتبكي وشحال من حاجه وكتقول لي نبيل ضحت ضحت حقي مشى، وما جاتش عندي غير انا، جات عند بزاف اخوتي، جات عند مولات الماسك سهرات شيك رفيطة الزاكي، صيفطات لهم ميساج. ولكن هادو بحكم كيجيهم بزاف ديال الميساجات ما شافوش الميساج ديالها الا ساره ما كثرتش مع الهضره، ولكن انا انا بالحكم كنجاوب اي واحد اي وحده واي واحد كيبقى فيا واي وحده كتبقى فيا. مي جات كتبكي وشحال من حاجه بقات فيا، ولكن ما تصرحش اخوتي اجل. قلت لها سير ارفعي بهم شكايه واعطيني شي دليل بان هاد الناس فلاو عليك وضحكوا عليك. هادشي اللي كاين، وهاد الهضره راه سمعتوها في المحادثه اللي دارت بيني وبينها، لان المحادثه اللي دارت بيني وبينها درت لها فيديو وحطيتها عندي في القناه باش نتوما تعرفوا اللي كاين، لان هاد السيد ما كيكذب ما حتى شي حاجه. انا عندي مع النيشان شي حاجه كاينه كاينه، شي حاجه ما كايناش ما كايناش. المهم ندخلوا في الموضوع وغادي نتعمقوا في الموضوع، حيت انا مستحيل تطيحوني، انا ما غاديش نطيح، حيت انا عارف راسي اش كندير وكنهضر قانوني، واي حاجه عندي ليها بروف، عندي دليل، ملي كندوي عندي الدلائل. المهم اخوتي كما كتشوفوا ملي فقت مع الصباح شفت واحد ستوري مريكوردي، لان انا ما متبعاش في الانستغرام وما حسيتش ليا الشرف نتبع في الانستغرام. تخيل معايا شفت واحد ستوري في يوتيوب، في يوتيوب كاينه المربيه مع هذيك اللي كانت مع الاخ ديالي كتقول بان هذه اللي جات عند نبيل ونزار، واخا ما جاتش عند نزار جات عندي انا، ماشي انا ماشي انا. اذا ملي انت ماشي هذيك اللي هضرات معايا، شكون هذه؟ شكون هذه اللي هضرات معايا؟ بغينا نعرفوا شكون. السيده طالعه كتبكي وطالعه في لايفات وباركه كدوي كتقول بان دوك الناس ضحكوا عليا وشحال من حاجه، شكون هي؟ بغينا نعرفوا شكون هي. ما عرفنا واش شي واحد مصيفطها او شي وحده مصيفطاها او هي نيت، ما عرفناش. اذا في هذه الحاله خاصها تدخل الخبره التقنيه، يعني انا مستعد التليفون ديالي نعطي الخبره التقنيه، وخاص حتى هذيك اللي كانت مع الاخ ديالي التليفون ديالي يمشي للخبره التقنيه، والتليفون ديال المربيه حتى هو يمشي للخبره التقنيه اخوتي، باش نعرفوا شكون هاد السيده وشكون اللي صيفطها وشكون اللي عطاها المعلومات ديال المربيه اللي كانت خدامه مع هذيك اللي كانت مع الاخ ديالي. يعني السيده كتقول بان انا كنت كنتخلص 1500 درهم، وراتنا سكرين بان هادو كانوا كيتصلوا بها، وراتنا محادثه اخوتي في الواتساب بين هاد السيده وهذيك اللي كانت مع الاخ ديالي. كيفاش توصل هاد الشيء؟ يعني اخوتي السيده لما كانت مربيه ديال هذيك، كيفاش توصلت بمعلومات؟ كيفاش توصلت بالسكرين بان هادوك كيعيطوا عليها ومحادثه بينها وبين هادوك؟ هذيك اللي كانت مع الاخ ديالي والام ديال هذيك اللي كانت مع الاخ ديالي، يعني اخوتي كيفاش توصلت بهذه المعلومات؟ ما فهمتش. يعني انتم حلوا مع راسكم اخوتي، يعني اخوتي السيده اللي جات عندي نديروها بان ماشي مربيه، ولكن كيفاش توصلت بالمعلومات ديال الاخرى؟ يعني كتقول لك بان كنت خلص 1500 درهم، صيفطات سكرينات وراتهم في اللايف وشحال من حاجه، يعني كيفاش توصلت بهم؟ اذا خاصها تدخل الخبره التقنيه نعرفوا شكون اللي مصيفطات السيده، شكون اللي مصيفطات السيده وبركه كتقول بان داروا ليا وفعلوا ليا وتركوا ليا. يعني لا كانت مربيه بالفري راه شنو نقول لكم، راه لا اله الا الله، يعني كانت كدافع على حقها وفي الاخر تقلبات ما عرفتش، ولا ما كانت هي خاصها تحاسب هاد السيده اللي جات عندي اللي انت حلات صيفه. ولكن في نفس الوقت خاصنا نعرفوا
شكون اللي صيفطها اخوتي؟ خاصنا نعرفوا شكون اللي صيفطها. ودابا نساو عليا هادشي وخلينا نكملوا الموضوع ديال الطلاق. كيفاش عباد الله كنشوفوا وحده مع خونا وهي باقا مزوجه بالاخ ديالي؟ هناك عقد زواج بينك وبين الاخ ديالي، خاصك تحترم العقد الزواج. ولكن انت لا، كنشوفك مع خونا في الدار وانت باقا مزوجه بالاخ ديالي، وخرجتي في ستوريات وخرجتي في لايفات قلتي بانك طلقتي وانت مازال ما طلقتي، باقا مزوجه بالاخ ديالي. انت كذبتي محكمه، كذبتي محكمه على قده، للمحكمه باقي ما خرجاتش لكم الطلاق وانت قلتي بانك طلقتي. اذا خاصك تحاسبي، خاصك تحاسبي على الهضره اللي كتقولي. واي واحد كيتحمل مسؤوليه الهضره اللي كيقول. انا ما عندك ما تصوري مني، ولكن